مساء الخير، مكملين لسه في حلقتنا عن أسرار الذكر. والذكر زي ما بنقول كل يوم هو درجات وأنواع، وربنا وصانا فيه بالكثرة. بنذكر باللسان كتير لحد ما القلب يحس ويستشعر المعاني ويتوصل بالله. اللي بيساعدنا على الإحساس بالذكر إننا نفهم معانيه والقصد منه، وده اللي بنعمله الملف ده. بنتكلم عن معاني الأذكار والحكمة منها، ولو تحول الذكر لمنهج حياة فلازم هيتنفذ وعد ربنا بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر النهاردة هو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على سيدنا محمد. يعني إيه صلاة على الرسول؟ الصلاة أصل معناها هي الصلة، فربنا بيأمرنا بالصلاة، يعني الوصل المستمر. وعلى رأس الصلة دي هي إقامة الفروض الخمسة، الخمس صلوات دي الصلاة من العباد لله. في صلاة من ربنا لعباده: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة من ربنا سبحانه وتعالى هي صلة ووصل من ربنا لعباده بالرحمة والمدد من الله. لكن الصلاة من البشر والملائكة على الرسول هي وصل وصلة بيننا وبين الرسول بالشكر والتعظيم، وده أمر من ربنا لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي من أكتر الأذكار اللي مرتبطين بيها، لكن بنقولها عادة من غير إدراك إحنا بنقول إيه وبنصلي على مين. فالموضوع محتاج فهم وإدراك قوي، إحنا بنصلي على مين وبنشكر وبنعظم مين. إحنا بالفطرة بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مش مدركين بنحبه ليه، لأن الحب اللي من غير معرفة بيبقى حب ملهوش أساسات متينة. وغير أننا مش مطالبين نحبه وبس، إحنا مطالبين نتبع ونقلد، ومطالبين نفهم مين هو نبينا وإيه هو منهجه، فتبقى معرفة وفهم يوجدوا اتباع وحب حقيقي، وساعتها تكون الصلاة على الرسول حقيقية محسوسة ونستشعر ثمرتها. في أساسيات ضروري نعرفها. أولها: ليه سيدنا محمد خاتم النبيين ومفيش بعده رسل تانية، برغم ان قبله كان فيه يقال حوالي 120 ألف نبي واكتر من 300 رسول. وملخص رسالة سيدنا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثته ليتمم مكارم الأخلاق. فهل كل ده كفيل ان يكون آخر نبي ورسول؟ وغير ان كل نبي له معجزاته وقصص خارقة عن قوانين البشر، فإيه اللي ميز سيدنا محمد؟ وليه كل نبي كان بيبعث لقومه لكن سيدنا محمد بعثته للعالمين؟ علشان نجاوب على ده فهنرجع للفكرة الأساسية اللي ربنا أرسل علشانها الرسل والكتب السماوية، تتلخص في إنها التوحيد بالله وعبادته لوحده بدون شراكة، حتى ولو هوى نفس فيكون في شرك خفي مع ربنا. وكل الرسل والأنبياء بعثوا لأقوام متفاوتين في الشرك، فكانت رسالتهم يعلموهم معاني لا إله إلا الله. طب إيه اللي يخلي اللي وحدوا الله إيمانهم يكون متفاوت برغم إن هم متفقين على التوحيد؟ اللي بيفرق في درجات الإيمان ما بيننا هي معرفة الله. كل ما بتتعرف على ربنا وصفاته وأسمائه وتترجم الصفات دي لأفعال هيزداد إيمانك. وهنا كانت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه نموذج تطبيقي متكامل لترجمة أسماء الله وصفاته لأفعال، فتكتمل معاني معرفة الله. مش مجرد إننا نختزلها في إنه سبحانه وتعالى رب يحيي ويميت ومالك الكون، دي معرفة عميقة لإله بصفات لو تعرفنا عليها وعشنا بيها نبقى أدركنا الجنتين، جنة الدنيا وجنة الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وجنة الدنيا مش معناها إنك مش هتبتلى، هتبتلى بس جواك حصانة من قوة ويقين وطمأنينة تواجه بيها أي حاجة، بتكتشف نفس تانية جواك. وهي دي معجزة سيدنا محمد، معجزة نابعة من الداخل، معجزته في تشكيل النفس البشرية واكتشاف قدراتها ومعجزاتها بقوانين الله ومنهجه، منهج أخلاقيات متكامل في السلام والعدل والرحمة والقوة والإنصاف والحكمة. منهج الرسول منهج بيوجد فيك صفات وقدرات ويوصلك بالمصدر الرئيسي الله، فتتفجر جواك طاقات تانية خالص. وهي دي خلاصة رسالة الإنسان في الأرض ودوره كخليفة لله. معاني وصفات لو اتبعناها صح تصنع حضارات. أحد المفكرين الغربيين قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لو أعطي لمحمد زمام الأمور في هذا العالم المليء بالملابسات والمشكلات لقاد البشرية إلى بر الأمان. هي دي السنة اللي تتبع،
مش سنة شكليات ومظاهر ويتحول الذكر لكلمات مقررة مش مدركينها. فالسنة واتباعها هي اتباع صفات ومعاني وتدبر في تفاصيل الأفعال. من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام إن مفيش موقف ومفيش ابتلاء مفيش شعور معشهوش من غير ما يسقط عليه اسم أو صفة من صفات الله. فهو علشان كده مرجع لكل ابتلاءات ومواقف البشر، هو المنهج اللي نذاكر منه تلجأ له في كل تفاصيل حياتك، من ابتلاءات وجع فقد ظلم فرح منع عطاء، هتلاقي ابتلاءك موجود ومتقال فيه تتعامل ازاي بمنتهى الإنسانية والأخلاق والعدل والمراعاة والحكمة. فهو منهج يطلع أفضل نسخة منك. خلاصة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اختصرها في كلمات: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجوده ومنهجه رحمة للعالمين، واتباعنا للمنهج ده هي رحمة بينا قبل ما تكون مجرد طاعة. ربنا قايل لنا على قانون: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مش هنشوف عذاب والرسول فينا ومعانا، والرسول معانا بسيرته وبسنته وبتطبيق منهجه. كل اللي قلناه ده دي الأساسيات اللي بتحطنا على الطريق اللي بنستوعب معنى الصلاة على الرسول وشكره وتمجيده، فتكون أفعالنا وسلوكياتنا أقوالنا ونوايانا هي شكر عملي، فيكون ذكر اللسان والصلاة عليه ذكر مثمر قادر يأثر على كل تفاصيل حياتنا بالفتح وبالبصيرة بمدد وأنوار من ربنا ورسوله. هنتكلم بالتفصيل عن أسرار الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.